ورجعت لكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعاد الفقرة الفنية الأسبوعية اللي هنعرض لكم فيها أهم الأخبار الفنية على مدار الأسبوع في مصر والوطن العربي والعالم. وأول خبر خاص بالفنانة الجميلة أنغام، خصوصا أنه أخبار الفنانة أنغام تصدرت ترند محرك البحث جوجل بعد تعرضها لوعكة صحية. وطالب الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين في بيان صحفي الفنانين والمحبين للمطربة أنغام في مصر والوطن العربي بالدعاء لها بالشفاء العاجل، وتمنى رجوعها إلى أسرتها وجمهورها ومحبيها وهي في أتم صحة وعافية، وده طبعا بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها في إحدى المستشفيات. كانت إدارة أعمال للفنانة نشرت بيان بيؤكد تعرضها لأزمة صحية وأنها بتعتذر عن أي التزام في خلال الفترة اللي جاية من غير توضيح لطبيعة مرضها. بالرغم من الخلاف الكبير بين المطربة أنغام وأصالة نصري، إلا أن أصالة حرصت جدا على الدعاء للفنانة أنغام، وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي على تويتر: الله يعافي الغالية، دايما نعومة وتقوم بألف سلامة وترجع لولادها وفنها وحبايبها بصحة وعافية يا رب العالمين. وكانت في خلافات قوية بينهم بسبب ارتباط المطربة أنغام بالموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بالرغم من محاولات أصالة المستمرة أنه يتم الصلح والمية ترجع لمجاريها، إلا أن أنغام رفضت الصلح بشكل قاطع. إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن جوائز دورته الـ44 أعلنت خلال حفل الختام واللي أقيم على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية عن فوز مصر بخمس جوائز مختلفة حصدتها أفلام 19 به وصاحبتي وبعيدا عن النيل. الحفلة حضرها عدد كبير من النجوم المصريين والأجانب، منهم يسرى وإلهام شاهين وأمينة خليل وسيد رجب، وبتواجد طبعا الفنان الكبير حسين فهمي رئيس المهرجان. نشرت الفنانة راندا البحيري البوستر الرسمي لفيلمها الجديد توكسيك، واللي بترجع بيه للسينما بعد غياب لسنين طويلة. علقت البحيري على البوستر، قالت: بوستر فيلم توكسيك بطولة راندا البحيري، أحمد الشربيني، نورشان عمر، وسيم الدقاق، والفنان القدير عبد الرحيم حسن، وعفاف مصطفى، وتأليف جوزيف فوزي، وإخراج محب وديع. اتعرض الفنان إسلام إبراهيم لموقف محرج بسبب إحدى متابعيه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واللي قالت له: إسلام لازم تخس. رد عليها: لا مش لازم، على فكرة هخس لما أحب. وبعدين أخذ سكرين شوت لكلامها وتعليقه قال لها: النصيحة في العلن فضيحة، إن شاء الله أخس لما أحب. أخس لأن دي حاجة شخصية، ناس كتبالي بوست حلوة عن دوري في المسلسل، فياسمين قررت تخش تقولي كده ومش عارف ده ايه علاقته بالبوست او بالمسلسل. الفنان محمد صبحي هيقدم مسرحيته الجديدة عيلة اتعمل لها بلوك يوم الخميس 15 ديسمبر على مسرحه بمدينة سنبل. نشر محمد صبحي الأفيش الرسمي للمسرحية عبر صفحاته على السوشيال ميديا، وأعلن عن فتح باب الحجز للعمل الكوميدي الغنائي اللي بيجمعه بالفنانة وفاء صادق. عيلة عمل لها بلوك مسرحية كوميدية غنائية استعراضية بيقوم ببطولتها وبيخرجها طبعا الفنان القدير والكبير محمد صبحي بمشاركة عدد من أعضاء فرقته استوديو الممثل، ومنهم كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، ومحمد سعيد، ورحاب حسين. الشركة المنتجة لفيلم اتنين للإيجار قدمت أغنية كلمتين وبس اللي بتغنيها الفنانة مريهان حسين ضمن أحداث الفيلم. الأغنية من كلمات سامح الكومي، ألحان خالد سلطان، توزيع إسلام شيبسي، وهندسة صوتية محمد جودة. اتنين للإيجار بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، وبيظهروا على البوستر رسمي بظهرهم أمام حمام سباحة في أحد المنتجعات السياحية. الفنانة ياسمين الجيلاني وضحت آخر التطورات الصحية لزوجها الفنان عمر خورشيد خلال بوست على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كتبت ياسمين الجيلاني، قالت: الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى، عمر خرج بالسلامة بفضل الله ثم دعائكم، أشكركم على سؤالكم ومحبتكم ودعواتكم.
انتهى صناع مسلسل الضاحك الباكي اللي بيحكي سيرة ذاتية للفنان نجيب الريحاني من تصوير جميع المشاهد المتبقية، وده بحسب كلام الفنان محمد سليمان اللي كتبه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. المسلسل بيتعرض حاليا وبيجسد عمر عبد الجليل شخصية نجيب الريحاني، ومحمد سليمان شخصية ستيفان رستي، وياسر التوجي بديع خيري، ومصطفى شوقي بدور سيد درويش، ورزان مغربي بديع عم صبني، ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج محمد فاضل. الفنان الكبير والجميل جورج وصوف قدم حفلة غنائية ناجحة في الإسكندرية، وقدم مجموعة كبيرة من أغانيه المميزة وسط تفاعل كبير من الجمهور المصري والعربي اللي حضر الحفلة. الحفلة دي بيقدمها النجم جورج وصوف بعد غياب 26 سنة عن إسكندرية. الفنان متع الجمهور بمجموعة من الأغاني، منها صباح الفل على العشاء، طبيب جراح، علم قلبي الشوق، ده بالإضافة إلى خسرت كل الناس، بكرة هتعرف، وقلب العاشق دليله. بكده هتكون خلصت أخبارنا الفنية النهاردة، ونشوفكم بكرة على خير في حلقة جديدة من إنبوكس، ونشوفكم الحد الجاي في نشرة فنية وأخبار فنية جديدة. استنونا دايما، باي باي.